اخبار اليوم. اللي حصل من قيمه ساعه بالظبط كده احنا سمعنا صوت انفجار قوي مره واحده. الانفجار ده ابتدى بعربيه الاول واقفه على النصر في الشارع. واضح النصر دي لونها ازرق كده. لونها ازرق كده ابتدت تولع. فالعربيتين اللي قدام بتاع الحراسه بتاع السكن النائب هم اللي ابتدوا ايه الاول مسكوا فيهم العربيه وملاصقه فيها بالجوار على طول. وبعدين سكن النائب بقى رجع للحرس بتاعه خده العربيه بتاعته تجري بيها على طول. لكن ما اتصابش السكن النائب؟ لا اتصاب. هو انا سمعت ان هو اتضرب في دراعه لان هو الضربه جايه في الجنب على طول وهو ماشي. يعني العربيه كانت واقفه مفخخه. كان في ناس يعني ماشي في الشارع اللي خد بيشله في رجله الازاز. الازاز عور ناس كتير قوي. الحمد لله يعني تمام. بس احنا صحينا على صوت انفجار. انا قلت ده زلزال ما يجيش في دماغي. خرجت بره لقيت الازاز متكسر وشبابيك واقعه. احنا في الدور الثاني. هنا الازاز واقع والشبابيك مكسره. وبعدين ببص في الشارع لقيت اربع خمس عربيات مولعه والناس بتجري بواحد متعور. سمعت ان هو من الحراسه بتاعت النائب العام. من حراسه الموكب يعني. بس وبعدين بدا بقى بعد مده طويله جه الاسعاف. وبعدين بعدها بشويه جه المطافي. بدات بقى العربيات تولع واحده ورا الثانيه. بدات العربيات تولع واحده ورا الثانيه والاهالي بقى بدات تفضي المكان. طب العربيات دي كانت واقفه ولا العربيات دي كانت ماشيه؟ الله اعلم. لا العربيه اللي دي كانت واقفه اكيد. صح. العربيه اللي انفجرت دي كانت فيها عبوه اللي هي ما عادش ليها اثر. لا العربيه موقفه. في عربيه اتفرتكت ما عادش ليها اثر. دي العربيه اللي كانت مفخخه اللي كان فيها العبوه. وضع النصيه. وهي خارجه من هنا انفجرت. عملت بقى كل اللي انت شايفه. كان فيها حد العربيه دي ولا كانت واقفه؟ الله اعلم. يعني هي بقت اشلاء العربيه بقت مفيش ليها اثر. هي قطعه اللي احنا شايفينه ده. لا مش فيش حماه. لا مش باينه كل ده. دي اصابات. لكن هي الناحيه الثانيه.